في الأثناء اتفق الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين مع وزير النفط تامر الغضبان على آليات وتوقيتات زمنية سريعة لتفعيل الاستثمار النفطي في مناطق صلاح الدين، وذلك عن طريق الشركات القطرية بعد تقديمها طلبا مباشرا في ذلك على هامش مؤتمر لندن الخاص باستثمارات نفط العراق. وقال محافظ صلاح الدين أن هذا الإجراء سيعزز من وضع المحافظة في مختلف القطاعات، وبما يسهم في تطويره بشكل لافت ويساعد في إعمار المناطق المتضررة وتحسين الوضع المعاشي للمواطنين من خلال توفير فرص عمل كثيرة للعاطلين، مبينا أن حكومة المحافظة طرحت فكرة الاستثمار أكثر من مرة كونها السبيل الأنجح للنهوض بالواقع العمراني والاقتصادي في المحافظة.